كان في اللواء عشية الجولة الثانية للجمهورية. بصحيفة البناء الإبراهيمي يعود إلى دمشق قريبا. ميقاتي يطمئن المعارضة، باق والحكومة حاجة وضرورة. وعفوا حاجة نشوف تفاصيل أكثر عن الطقس كيف رح بيكون مع السواحل. طلقات تحريرية من المعارضة على مطار حلب. أنصار وزير المالية العراقي يتظاهرون ضد المالكي، وقتلى وجرحى في بنغازي لاشتباك بين الشرطة وسلفيين. يعني غريب لبنان كل سنة كأنه متفاجئ أنه جاي الشكل. أنه بتشكل الشكل شيء كتير غريب. ما هي يعني السيارات بتغرق والعالم بتتبهر. ليش بصير هيك عنا؟ هيك ما بتنزل ولا نقطة مي وطرقاتنا كلها مجهزة وتصريف المي كمان عادي عادي وبنعرف نستفيد من المي يعني ما في شيء بيروح حدا. مظبوط. طرق الأونروا 13,000 لاجئ فلسطيني.